السلام عليكم ورحمة الله. مجدداً تعود إلى الواجهة قضية المغتربين اليمنيين في السعودية، والتي أثرت بشكل سلبي على الكثير من اليمنيين في الداخل والخارج. يوماً بعد آخر ترتفع وتيرة المشكلات التي تواجه العمالة اليمنية في السعودية، وتنعكس بشكل مباشر على الداخل بطرق أكثر سوءاً، خصوصاً مع ما يشهده المواطن اليمني من بلاء جراء الحرب والانقلاب. تتباين المواقف والرؤى ما بين أحقية السلطات في المملكة السعودية باتخاذ ما تراه مناسباً لها ومصلحة بلدها وشعبها، وبين الموقف الأخلاقي وروابط الأخوة ووحدية المصير في المعركة المشتركة في هذا الظرف الاستثنائي. وفي هذا الجانب تحديداً يكبر العتب على القرارات التي اتخذت دون الأخذ في الاعتبار للظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن، وما يلعبه المغترب اليمني من دور مهم، سواء في مواجهة سياسة التجويع التي تمارسها الميليشيا بحق اليمنيين، أو في تعزيز المعركة الواحدة، ناهيك عن ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من حملات التحريض التي تشنها الميليشيا ضد المملكة، واستثمار هذه الإجراءات في خلق موقف عدائي تجاه السعودية. في الضفة الأخرى ومنذ صدور ومنذ صدور قرار السعودة وفرض ضرائب جديدة من قبل السلطات السعودية على المغتربين والعمالة اليمنية، والمطالبات تدفع بتدخل الحكومة الشرعية لاستثناء اليمنيين من هذه الرسوم نظرا للظروف التي تمر بها اليمن، ولا مجيب. في هذه الحلقة من المساء اليمني نناقش إمكانية استثناء اليمنيين من الإجراءات الأخيرة للسعودية تجاه العمالة الأجنبية فيها، وما هي آثار هذه الإجراءات على اليمنيين على المستوى الإنساني ومعركة التحرير. لماذا لا يوجد خطاب رسمي من الرئاسة والحكومة يطالب فيها الجانب السعودي بإعفاء اليمنيين؟ قبل النقاش رحب بضيفي، سيكون معي هنا في الاستوديو البرلماني الأستاذ شوقي القاضي. مرحبا بك أستاذ شوقي. وأيضا سيكون معنا أيضا الناشط والمهتم بشؤون المغتربين سلمان الشريف. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. عندما كانت المرويات الشعبية تجسد مكابدات المغترب اليمني، كانت تقدم ما يشبه الذاكرة المتصلة بالإنسان اليمني داخل اليمن وخارجها من خلال موروث حزين غزير الشجن والجمال، لم يكن يحوي الكم الهائل من تلك المكابدات من فراغات غير واقعية. واقع المغترب اليمني لا يبعث على المسرات، خصوصا في اللحظة اليمنية الراهنة والحرجة، وبالذات في دول الجوار التي كانت بين فترة وأخرى متنفسا لليمني العامل والإيجابي في غربته، ثم بدأ التضيق بأنفاس اليمني الذي اتسع لتلك الأوطان وضاقت به تحت لافتات الإجراءات والقوانين. أوضاع المغترب والعمالة اليمنية في السعودية من سعودة المهن إلى التضييق على العمالة الأجنبية ضاعف معاناة المغترب اليمني دون غيره، كونه الأكثر تضرراً في بلد لم تعد ملاذاً آمناً لحياته وأسرته منذ أحداث الانقلاب والاجتياح التي أفرزت حرباً بقيادة التحالف العربي. يطرح المغتربون اليمنيون أمنيات موضوعية ومشروعة، من بينها استثناء اليمنيين من الإجراءات الأخيرة للسعودية تجاه العمالة الأجنبية فيها، غير أن تلك النداءات والأمنيات تجد أذنا من رمال وأذنا من عجين لصوت المغترب اليمني الذي يظهر ضعيفا بفعل ضعف حكومته ودولته اليمنية. آثار الإجراءات السعودية على اليمنيين تبدو واضحة وتتسع كل يوم، خصوصا فيما يتعلق بالجانب الإنساني وجانب معركة التحرير التي يخوضها اليمنيون والعرب لمواجهة أذرع إيران في اليمن والمنطقة التي تهدد أمن اليمن والخليج. جدل أوضاع المغتربين اليمنيين لا يخلو من الصيد في الماء العكر، وبالذات في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل صائدي أوجاع اليمنيين في الداخل والخارج لأغراض كثيرة، من بينها وضع الملح على جروح المغترب اليمني المفتوحة والتي تتسع كل يوم. بحسب متابعين، فإن الحكومة الشرعية هي المعني الأول بأوضاع المغتربين من خلال تقديم مقاربة للسلطات السعودية تجسد المواءمة بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية المشروعة للمملكة، وأبرزها الاحتفاظ بالأيدي اليمنية العاملة فيها. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع ضيفي هنا في الاستوديو البرلماني الأستاذ شوقي القاضي. مرحبا بك أستاذ شوقي. في البداية، كيف تتابعون الإجراءات التي فرضتها السلطات السعودية أو المملكة العربية السعودية على العمالة، ولم تستثني المغترب اليمني، ووضع اليمن معروف ونحن جميعا شركاء في هذه المعركة التي تقودها السعودية لاستعادة الدولة؟
بسم الله، شكرا لك أخي، وشكرا للقناة، وشكرا للمشاهدين والمشاهدات. أولا أريد أن أؤكد على بعض القضايا، أن قضية المغتربين هي قضية دولة وقضية حكومة في المقام الأول، نعم، وقضية مؤسسات رسمية. ولهذا نتساءل دائما، أين دور مؤسساتنا نحن الرسمية؟ نعم. أين دور الرئاسة؟ وأين دور الحكومة؟ وأين دور الوزارات المعنية؟ وأين دور البرلمان أيضا؟ لدينا نعم، دور البرلمان ليس مباشر، ولهذا غيب البرلمان، جزء من أسباب تغييب البرلمان حتى لا يظل ربما متابعا لكثير من القضايا، من هذه القضايا. نعم. نعم. على كل حال، القضية الأولى كما أريد أن أؤكد عليها، قضية المغتربين قضية دولة وقضية حكومة وقضية مؤسسات رسمية. نعم. أي تقصير فيها إنما هو مثلبة في حق هؤلاء، وأي تقدم إيجابي فيها إنما هو إنجاز لهؤلاء. أين دور وزارة حقوق الإنسان؟ قصدي وزارة الخارجية. أين دور وزارة المغتربين؟ هنا أريد أن أشير إلى أن الدول كلها بمؤسساتها تتأثر أكثر إذا ما تم التواصل بها رسمياً، وأي تواصل معها يؤدي إلى نتائج. ونحن كما أذكر دائماً مثال، عندما يعني ألغي تعميد الشهادات العربية في تركيا، عندما تحركت السفارات وتحركت الوجاهات وتحركت الجاليات مع الجهات الرسمية، يعني حل هذا الإشكال، والآن هناك تعميم باعتماد جميع الشهادات العربية التي منع قبل ذلك تعميدها. السؤال الأهم، إذن السلطات اليمنية برأيك لماذا هذا التغييب والحكومة الشرعية؟ وكأنهم إذن من طين وإذن من عجين، لا يسمعون لنداء الناس واستغاثة الناس ومطالب الناس المغتربين الذين ربما أصبح المصدر الرئيسي لليمنيين في الداخل. ذاك رقم واحد، أن المغتربون أن المغتربين قضية دولة وحكومة ومؤسسات رسمية. النقطة الثانية فيها إجابة، نعم، أنه أتمنى في موضوع المغتربين ألا تحشر قضية المغتربين في أي مهاترات، لا إعلامية ولا مكايدات سياسية. أتمنى يعني أتمنى أن يترفع الجميع. تابعت بعض الفيديوهات لبعض الذين يريدون أن يفعلوا شيئا للمغتربين، لكنهم كما قال المثل أرادوا أن يكحلوها فأعموها. الذي شتم المجتمعات الخليجية، والذي شهر بها، والذي افترى، والذي كذب، ما هكذا تورد الإبل. أيضا في موضوع الإعلام، وأنا أربأ بقناتكم ومتأكد بأنكم لستم من هذه القنوات التي تستخدم قضية المغتربين أي اليمنيين بالتحديد كقضية مكايدات مع المملكة العربية السعودية أو فيما يتعلق بالخلاف السعودي القطري الإماراتي القطري. أنا أتمنى من كل مخلص للمغتربين أن ينأى بقضية المغتربين من أي حشر لها في هذه المكايدات تماما. نعم. ولهذا أنا أشكركم أنكم دعوتموني لنناقش الموضوع ونوصل رسالة إيجابية. نعم. سؤالك المباشر، لماذا لم تتحلحل هذه القضية وأحيانا لماذا تسوء؟ السبب صحيح. الأول أخي الكريم، السبب أولا ينبغي أن نشهد لله بأن الوضع ليس متماثل في جميع دول الخليج. نعم. يعني هناك تفاوت، وأيضا ليس متماثل في الشأن الواحد في الدولة الواحدة. هناك ربما تقدم في قضية وتخلف في قضية أخرى، لكن واضح تماما أن إخواننا في المملكة العربية السعودية أرادوا أن ينهجوا سياسة استراتيجية معينة. أنا أضع يعني أشيد وأحيي كل جهد يقومون به لخدمة مجتمعاتهم، لخدمة أوطانهم، لحماية أمنهم القومي. المملكة العربية السعودية مستهدفة من خصومها، وبالتالي من حقها أن تجري أي إجراءات يعني لضبط أمنها وضبط المقيمين فيها. هذا أمر لا نناقشه، لماذا؟ لأنه حق. لكن كما يقال، إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. هناك كثير من الإجراءات التي أعلن عنها في المملكة العربية السعودية تحتاج إلى كثير من السياسة والتخطيط لكي لا تؤدي إلى مشاكل. نعم. من حقهم أن يقولوا قانون أو قرار السعودة. نعم. وقرار التأنيث والتوطين. من حقهم أن يفعلوا أدوار شبابهم. نعم. هذا حق وهذا واجب وهذا شيء يشاد به. ومن حقهم أيضا أن يجعلوا المرأة تنخرط في سوق العمل، وهذه خطوة إيجابية بعد أن كانت هذه المرأة لا تدخل المولات إلا بمحرم وكانت. نعم. اليوم هناك حلحلة لهذا التشدد الذي لا يمت لا للإسلام بصلة. نعم. ولا للعادات ولا للتقاليد، وإنما هو مذهب معين. حتى لا نطول في هذا الجانب. بالضبط. إذن هذه قرارات ممتازة إيجابية، لكن لها آثار سلبية ينبغي أن تعالج وأن يخطط لعلاجها قبل ذلك. اليمنيون، أغلب اليمنيين، بل إن هناك ربما إحصائية انطباعية تقول إن أغلب أكثر من 60%
من اليمنيين يعملون في المهام والمهن والحرف التي شملها التوطين والتأنيث، وبالتالي طردوا إلى الشارع. صحيح. يعني استغنت عنهم المولات، استغنت عنهم المحلات، استغنى عنهم التجار، فخرجوا. هم خرجوا، اليمني بطبعه وخاصة في دول الخليج باني شريك في البناء، ولهذا لا يشكل أي خطورة مطلقا اليمنيون، بدليل أن نسبة الجرائم منخفضة جدا جدا فيما يتعلق بالمغترب اليمني، لأنه ملتزم بالقوانين، ملتزم بالإجراءات، لأنه قبل ذلك وبعد ذلك ما جاء ترفا ولا جاء سياحة ولا جاء هكذا. نعم. جاء ليبحث عن، يعني كما يقال يحفر في الصخر لكي يبحث عن قوته وقوت من يعيله في اليمن. اليمني الواحد في اليمن، في السعودية أو في دول الخليج، ربما يعول 10 أو أكثر أو أقل. نعم. يعني في, في, في وطنه اليمن. نعم. ولهذا جزء من تخفيف حدة الكارثة في اليمن سببها هذا المغترب. نعم. إذن إخواننا في السعودية بالتحديد وفي دول الخليج أيضا، لأن هناك نقطة أيضا مهمة. نعم. الحال في بقية دول الخليج ليس بأحسن بكثير منه في المملكة العربية السعودية. نعم. لكن لأن نسبة الأعداد كثيرة في المملكة العربية السعودية ظهرت الكارثة كبيرة. وإلا من قال لك أن الآخرين ينامون في العسل؟ ولهذا نحن خطابنا ليس للسعودية فقط، للسعودية ولقطر وللإمارات وللكويت ولسلطنة عمان وللبحرين، جميعها بلا استثناء، أن اليمنيين تحت وصايتكم. هذه نقطة قانونية. نعم. عندما تدخل التحالف إنما تدخل وفق التزامات، سواء التزامات أخلاقية وأدبية أو التزامات قانونية بموجب قوانين الدولية التي تفرض على الدولة المتدخلة في شأن أي دولة أخرى أن تقوم بكثير من الإجراءات لتخفيف الحرب وتخفيف كوارثه وتخفيف نتائجه السلبية. نعم. وبالتالي يجب عليهم وجوبا، إذا أرادوا بمنطق الدين فهم إخوة دين، وإذا أرادوا بمنطق الأمن القومي فهم أيضا نحن شركاء معهم، وإذا أرادوا بمنطق القانون الدولي فهم أيضا ملزمون، وهذا. نعم. أمر ليس معيب. نعم. عندما تدخلت دول، على سبيل المثال أعطيك دولة، تركيا عندما تدخلت فيما يتعلق بالشأن السوري. نعم. التزمت بأكثر من 3 مليون، وتعرفون كيف إجراءات إلى غير ذلك. يعامل كالتركي في كل شيء، هذا أمر آخر يعني. نعم. لا نقول كالتركي في كل شيء، يعني هذه أمور بنسبة كبيرة، لو حق التعليم، حق الصحة، حق العمل، حق يعني كل الحقوق مكفولة. نعم، لسنا في مجال هنا مقارنات. نعم. نعم. أنا أقول أنه باختصار أنه موضوع الدولة التي تتدخل لأي سبب كان يجب عليها التزامات، من ضمن هذه الالتزامات التزامات حماية المدنيين، استقبالهم، معاملتهم كلاجئين. يعني قانون اللجوء يلزم هذه الدول ويلزم الدول الأخرى باستيعاب الذين يتضررون من الحرب. اليمن مع فقرها كانت قبل أن يعني يحل فيها كارثة الانقلاب، وكل الجرائم الآن سببها هؤلاء الانقلابيين، كانت ملزمة وملتزمة يعني بقانون اللجوء. نعم. فيما يتعلق بإخواننا الصوماليين. صحيح. ولهذا كان اليمن يعني يحوي يعني يضم أكثر من 1 مليون لاجئ صومالي مع فقره. صحيح. إذن هذه نقاط ينبغي أن يتذكرها إخواننا في. نعم. دول الخليج. كيف سينعكس أستاذ شوقي هذا القرار وهذه الخطوات الإجراءات التي اتخذت ضد العمالة، وعلى وجه التحديد اليمين الذي قلنا 70% أو 60% تضرروا من هذه العمالة التي سعودوها وحولوها للقطاع السعودي، كيف ستنعكس على مسألة اليمن في الداخل وأيضا على استعادة الشرعية على دول الخليج، وعلى دول الخليج أيضا. نعم. هدف هذه، يعني نحن نقرأ في وسائل الإعلام السعودية وطن بلا مخالف. نعم. وهذا إجراء نحن ندعمه، المغترب اليمني يدعم. إذن علينا أن فعلا أن نحقق هذا الهدف وهذا الشعار، لكن على الإخوة الذين خططوا لوطن بلا مخالف أن يتنبهوا أنه إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. أنت تريد وطنا بلا مخالف؟ إذن عالج العمالة التي طردت من أعمالها بسبب قوانينك فيما يتعلق بالتوطين وما يتعلق بالتأنيث وغيرها، عالج أيضا، ضع لهم كثير من المعالجات، وأنا أشدت وأحيي بعض المعالجات. نعم. لكن يحتاجون إلى مزيد. إذن ما هي الانعكاسات؟ ربما ينعكس على الداخل بشيء من الخطورة، لأن الإنسان بطبيعته يعني إذا ضيق عليه يتحول إلى أسد كما يقال أو إلى نمر. نعم. ولهذا يقولون لا تحاصر القط فيتنمر، يعني القط إذا فتحت له منافذ وتحركت تجاهه يهرب،
لكن إذا أدخلته غرفة وحاصرته ربما يتنمر، فقد لا سمح الله يستغل هؤلاء يعني المغتربون بشكل عام في أي دولة من الدول، قد يستغلوا استغلال خاطئ إذا ما ضيق عليهم أكثر. نعم. الأمر الثاني يعني سيسبب كارثة على مستوى الداخل، وهي كارثة أن هؤلاء اليمنيين يعولون كما قلت ملايين. نعم. الأمر الثالث وهو مهم، هؤلاء المغتربون الذين قضى بعضهم عشرات السنين، التقيت رجلاً 50 سنة وهو في المملكة العربية السعودية، إذا ما طردوا بهذه الطرق وإذا ما ضيق عليهم بهذه الطرق قد تتلقفهم ميليشيا الحوثي. نعم. لتحولهم إلى ألغام سواء على إخوانهم في اليمن سنتطرق لهذه أو على نعم يعني هذه النقطة سنتطرق فيها. أستاذ شوقي اسمح لي أن أشارك معنا في الحديث الآن من الخبر المهتم أو المتخصص بشؤون المغتربين في السعودية سلمان الشريف. مرحبا بك أستاذ سلمان من الباحة في السعودية. السلام عليكم. نعم. ورحمة الله وبركاته ومساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم البرلماني المعروف الأستاذ الغالي الأستاذ شوقي. وطبعا أنا أكلمك من منطقة الباحة حاليا وليس الخبر. نعم. طيب أستاذ سلمان في البداية أنتم كمغتربين نعم سلمان كمغتربين ما الذي حل بكم مع بداية اتخاذ هذه الإجراءات في المملكة العربية السعودية؟ طبعا في البداية للمملكة الحرية التامة في إصدار مثل القرارات وإيجاد مثل الأنظمة واللوائح التي ترغب فيها. ما حال في المغترب اليمني؟ المغترب اليمني الآن يعيش في حالة تخوف وحالة تشويش فكري. الآن بعضهم ممن تضرروا من سعودة بعض القطاعات وتأنيس القطاعات الأخرى، الآن أغلبهم أصبح بلا وظيفة، مع أن أغلبهم لديه أسر متواجدة داخل المملكة، هم الآن لا يستطيعون حتى دفع الإيجار. فطبعا ما يطالب فيه المغترب اليمني هو يطالب طبعا بشيء يكون لمصلحته. للأسف الشديد بعض الإخوان المتعاطفين معنا الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية والذي لديهم جو مفتوح من الحرية الإعلامية، وأيضا هنالك متعاطفين معنا من دول أخرى، هم في بالهم أنهم قد يخدمون المغترب اليمني، لكن للأسف الشديد بعض تصريحات بعض الإخوة قد تضر بالمغترب أكثر مما تنفعه. لذلك نتمنى أن لا تسيس يا أستاذ بشير قضية المغترب كما سيست اليوم بعد تصريحات الشيخ القدير الشيخ عبد الله صعتر، والذي نتمنى أن تتطرق لمثل هذا الموضوع. المغترب اليمني يحتاج كلام مثل كلام الأستاذ شوقي القاضي، الكلام المتزن، الكلام الذي حط المشكلة وحط النقاط على الحروف. هذا الكلام الذي نود أن نسمعه من استضافات البرامج، من استضافات من يهتمون بالمغتربين ومن يريد أن يتكلم بالمغتربين. لذلك أنا أوجه رسالة شكر وتقدير وقبلة على جميل الأستاذ شوقي القاضي على الكلام المتزن والذي يعبر عما في داخل المغترب اليمني. المغترب اليمني أستاذ بشير محتاج إلى مسؤول يتابع قضايا المغترب اليمني ويتكلم بصفة رسمية حكومية لكي يخفف الضغط على المغترب اليمني. المغترب اليمني الذي كما تكلم الأستاذ شوقي ولم يترك لنا شيء إلا وذكره، أن المغترب اليمني يعيل أقل مغترب يعيل يعني أقل من 10 أشخاص داخل الوطن. المغترب اليمني هو من حافظ على اتزان الاقتصاد في الوطن في ظل الظروف المأساوية، وإلا ما كان وضعنا في الحديد في الحضيض. المغترب اليمني من يعمل جمعيات ويجمع رواتب للمدرسين في المناطق التي يعملوا فيها أو توجد فيهم المدارس في مناطقهم. المغترب اليمني من أوجد صناديق خيرية لشق بعض الطرق وكما حصل في بني المليكي في العدين وفي ريمة وفي عدة مناطق. المغترب اليمني هو أصبح الآن الرافد الأساسي بعد الله سبحانه وتعالى للوطن. نتمنى من حكومة الشرعية أن تعمل ولو منجز واحد للمغترب اليمني. يكفي أن المغترب اليمني ضيع في أيام عفاش، المغترب اليمني لم يلاقي أي اهتمام، المغترب اليمني نعم. الآن من الصعب أنه يعود إلى الوطن وليس لديه ماء الوجه، ليس لديه ما يفتح بيت، ليس لديه ما يجده شغل، فلذلك سيصبح ضعوكا بين مجتمعه وبين أسرته وبين الناس الذي سيعود إليهم. نعم. كما تعلم سلمان وأيضا يعلم الأستاذ شوقي، نحن حاولنا التواصل مع الحكومة، تواصلنا مع وزير الخارجية وللأسف الشديد يعني لا يتجاوبون معنا ولا يجيب أحد. وزير المغتربين أيضا أكثر من مرة نحاول أن نتواصل به لنسمع وجهة نظر السلطات الرسمية حول هذا الموضوع، ولكن دون جدوى. للأسف الشديد ما ندري لماذا يحاولون
التهرب من هذه المسؤولية المباشرة عليهم. حتى وزير الخارجية كان له لقاء مع وزير الخارجية السعودي، وتمنينا أن يطلعنا ما الذي جرى حتى ولو رسائل يعني مطمئنة للمغترب اليمني. طيب سلمان، أيضا أبرز القطاعات التي مست المغترب اليمني وتضرر منها بصورة مباشرة ما هي في السعودية؟ القطاع الأول الذي تأثر منه المغترب اليمني طبعا كان نسبة حدود 80% من اليمنيين يعملون في مجال الاتصالات، هذا هو القطاع، وتم صعوبته قبل فترة وحولوا الناس وفتحوا في المجالات الأخرى. للأسف الشديد المجالات التي فتحوا فيها واشتغلوا فيها الناس هي نفس المجالات التي شغلت حاليا في مجال المولات والمحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية والعطورات وأدوات التجميل وأشياء كثيرة، والآن هنالك أشياء ستدرج كلها في نفس على سياق هذه الأنظمة. لذلك الكثير من اليمنيين كما ذكر الأستاذ شوقي وما شاء الله عنده إلمام واطلاع في موضوع المغتربين، يعني مثل هؤلاء الناس ضروري أقل شيء يوجد بدائل لهم. على سبيل المثال الآن أوقف تعديل المهن، مثل هؤلاء الناس إذا أراد ينتقل من عمل إلى عمل آخر يجب أن تعدل مهنته ويعمل في مجال آخر. مثل هؤلاء الناس أصبح الآن عمالة سائبة في الشارع. كما ذكرت أنا للأسف الشديد لقد وجد صورة الدكتور عبد الملك المخلافي مع وزير الخارجية السعودي. للأسف الشديد مطبخ وزير الخارجية المخلافي هو من يلمع أنه وهم التقوا على قمة هامشية لا ليس لها دخل بالمغتربين اليمنيين. لم يوضحوا لنا ولم يقولوا لنا ما الذي دار بينهم. الأمر لا يحتاج إلى وزير الخارجية، نعم. الأمر يحتاج يا أستاذ بشير إلى رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية بصفة رسمية لمناقشة الموضوع مع جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأنا على ثقة تامة أن هؤلاء المسؤولين هم المعنونين بالتجاوب وهم من بيدهم القرار وهم من بيدهم أن يصدروا مكرمة لليمنيين امتدادا للمكرمة السابقة. طبعا الإخوان في المملكة العربية السعودية هم أخوان وأشقاءنا والدولة الوحيدة التي احتضنتنا، ولكن لهم حقوق علينا وهو حق الجوار وحق صلة القرابة وصلة الرحم. الإخوان في الدين نتمنى أن يراعوا ظروف المغترب اليمني في الظرف الحالي. يا أستاذ بشير نحن كثير من المغتربين اليمنيين ممن أيدوا عاصمة العزم ووقفوا مع التحالف وكتبنا في صفحاتنا في الفيسبوك، الآن أسماءنا في كشوفات لدى الأوكيين. مثلنا إذا خرجنا إلى اليمن إلى من سنكون؟ إلى أيدي من؟ فلذلك نتمنى أن أقل شيء مراقبة في الظروف هذه حتى تؤمن البلد. إذا صار بلدنا آمن أنا على كثير أن اليمنيين سعودوا لوطنهم ويبنوا وطنهم إسوة بالبلدان الأخرى. طيب أستاذ سلمان، إسوة بمالزيا وغيرها من البلدان. نعم، إذا أعود للأستاذ شوقي القاضي في الاستوديو. أستاذ شوقي، إذا ربما ذكر نقطة مهمة، يعني الضرر الذي سينتج من في حال تم يعني الاستمرار في هذا الإجراءات ضد اليمنيين والمغترب اليمني، وكيف أيضا الميليشيا والانقلابيين كيف سيستغلون هذا الظرف من أي تجييش الناس واستغلال هؤلاء الناس بخلق نوع من العداء وقتال الشرعية وأيضا التحالف، وربما يعقد من الأزمة في اليمن. نعم، هو أولا من الذي يرحل؟ نعم، الإخوة في المملكة العربية السعودية أمنيا يقولون أننا هم يرحلون المخالفين. نعم، لكن نتمنى ألا يوضع هذا الملف إلى البوليس أو إلى وزارة الداخلية الأمن. نعم، لأن القضية فيها إشكال، هؤلاء ليسوا مخالفين أحيانا، يعني هؤلاء على سبيل المثال ربما من الذين كانوا في أعمال وطنت أو أنثت فخرج ليبحث عن عمل آخر. في موضوع الكفالات ونقل الكفالات هناك مشاكل كثيرة، إشكالات يعني كثيرة. نعم، وأنا أتمنى من الإخوة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج أن يراجعوا هذا القانون وأن يراجعوه وأن يعني يستبدلوه بما يحقق لهم الأمن وبما يحقق لهم يعني حفظ مصالحهم، لكن بطرق أيضا أكثر رقيا. يعني بصراحة لا نريد يعني أقرب إلى العبودية، مع كل الاحترام والتقدير. أنا يعني هذا القانون أخجل منه تماما موضوع الكفالة، أن يصبح شخص يعني كامل الحرية وكامل أحيانا يقع على يد كفيل للأسف ليست لديه ذرة من الإنسانية. وتابعت كثير من القصص عندما كنت في المملكة العربية السعودية، تابعت نماذج من هذه الأمور، كثير من المظالم، ظلم. يعني ربما إنسان أكل بطريقة، أكل جهده وعرق لمدة 20 سنة 30 سنة من قبل كفيل لا يخاف الله ولا بذمة من شرع هذه القوانين. نعم، ولهذا أتمنى أن تراجع. إذا من الذين يرحلون قبل أن أقول ما النتيجة؟ يرحل أناس يعني بالأخير إما يمنيين، يعني هم يمنيون بالأخير، إما أنهم دخلوا بهوية كما أعطيوا هوية الزائر ثم لم يستطع، لأنه أحيانا يطلب منه ما يقارب أكثر من 10,000 ريال سعودي لكي ينتقل من هوية إلى هوية، وبالتالي من هذا الذي يستطيع؟ أحيانا ما كل الناس يستطيعون. نعم، الناس باعوا كل شيء، التقيت بأناس باعوا كل شيء ما عاد لهم شيء يبيعوه. إذا يعني هذا الإنسان الذي سمي مخالف ليرحل
هو في الحقيقة ليس عبر حدود من المريخ، هو يمني يقصف ويقتل وإلى غير ذلك، وبالتالي دخل بهوية زائر مشكورين. نعم. الأمر الثاني، ربما كان في عمل من الأعمال ثم وطنت أو أنثت ثم خرج يبحث عن عمل فألقي القبض عليه. هؤلاء عندما يعودون هم يشعرون بالظلم، شعورهم بالظلم ربما يدفعهم بالارتماء إلى حضن ميليشيا الحوثي التي لدينا معلومات أن هناك لديها من يستقطب هؤلاء على مشارف الحدود، خاصة إذا دخلوا من المناطق التي تخضع لسيطرة الإنقلابيين، يستقطب هؤلاء ويعمل لهم شيء من غسيل المخ وهم جاهزون لأنهم يشعرون أنهم مظلومين أنهم مظلومون، وبالتالي ربما يتحولون إلى قنابل خطيرة تتفجر على اليمنيين وعلى غير اليمنيين، ولربما هددت أمن الخليج يعني القومي. نعم. طيب أستاذ شوقي، يعني نقاط ذكرت عليها وهي مهمة جدا، ألا تدرك السلطات في المملكة العربية السعودية يعني مقدار هذا الخطر، وأيضا ألا تدرك مقدار يعني أهمية مساعدة اليمنيين التسهيل واستثنائهم من بقية العمالة الأخرى؟ قبل أن أقول ألا تدرك السؤال، ألا يدرك الأخ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية ووزير يعني حقوق الخارجية والمغتربين، ألا يدركوا هذه المشكلة والكارثة ليتواصلوا مع الجهات الرسمية ويقدموا فيها معلومات؟ يا أخي الكريم، الإخوة في السعودية وفي أي دولة خليجية يهمهم أمنهم القومي جدا، ومستعدون للتراجع عن كثير من القرارات. نحن تابعنا كثير من الإجراءات غيرت إلى إجراءات أخرى بغض النظر، غيرت بقانون، غيرت بمكرمة، ما لنا علاقة، المهم غيرت. نعم. دليل على أن هؤلاء الناس يتفاعلون، وهذه طبيعة البشر، وهذه طبيعة السياسيين، وهذه طبيعة القائمين على شؤون أوطانهم. السؤال هنا، إذا ما قدمت أرقام وإذا ما قدمت حقائق وإذا ما تحرك الجانب اليمني في التواصل مع إخواننا في المملكة العربية السعودية وغيرهم في أن يوضحوا لهم حقائق عن هذه المشكلة والكارثة، هؤلاء أنا متأكد يقين بأن هناك سيكون كثير من الإيجاب وربما الحلول والمعالجات لكثير من القضايا، وأنا نعم. على يقين. إذن يعني من وجهة نظرك الخلل أيضا هو يعني قائم مشترك. نعم. طيب، هذا التجاهل اللي تحدثت عنه من قبل السلطة من قبل الحكومة، يعني كيف تفسره؟ إلى ما ترجع هذا عدم الجدية وعدم الاهتمام؟ إلى عدة عوامل. العامل الأول عامل التيهان. نعم. في توهان، يعني عندما حصل الانقلاب وفرس قيادة البلد وفر معها السياسيون، حصل لهم مثل التوهان، شبههم أحد الإخوة النواب بالصراصير التي تضرب في لت، يعني الصرصار لما يضرب في لت إذا ما متش لم يمت يبقى لا يعرف أين يتخبط، ولهذا سياساتنا وإداراتنا لا زالت تتخبط مثل هذه الصراصير التي ضربت في لت، مع كل الاحترام طبعا. نعم. المثل فقط تقريبي. إذا واحد التوهان، اثنين عدم وجود الحكومة في عدن. إذا وجدت في عدن أو في مأرب والتم شملها وتحركت مؤسساتها وانعقد البرلمان، سيتلقف البرلمان وستتلقف الجهات المعنية في الحكومة قضايا الوطن والمواطنين في كل مكان. لماذا لم تضغطوا أنتم كبرلمانيين أستاذ شوقي على هذه النقطة، على الأقل عندما أيضا التقيتم بالأمير ولي العهد محمد بن سلمان؟ وأيضا لماذا لم تطرقوا للضغط على يعني أو مطلبة مكرمة من السعودية باستثناء اليمنيين في هذا اللقاء الموسع؟ من قال لك لم؟ لماذا لم؟ نعم. إذن ما الذي دار وما الذي نحن كنواب عملنا جهدنا، مع أنه جهدنا كبير. نعم. وأنا جزء من الخلل عندنا نحن النواب وعند نعم. رئاسة المجلس في أنه يجب أن ينعقد المجلس. لو انعقد البرلمان، الشرعية لديها أكثر من 140 عضو. نعم. إذا انعقد البرلمان سيحرك، لا أقول سيحل لأن البرلمان رقابي تشريعي، سيحرك كثير من الملفات وربما أفضل إلى حلها. نعم. تقدم البرلمانيون بعريضة وقع عليها كل الحاضرين في ذاك اللقاء وسلمت إلى الأخ سمو الأمير ولي العهد من قبل النواب. لكن السؤال، هل اكتفينا فقط بهذا؟ من يتابعها الآن؟ طيب، ينبغي الآن ينبغي وأنا أوصلها إلى الأخ محمد الشدادي نائب رئيس المجلس مشكورا والفريق الذي لديه بأن يتابعوا مثل هذه القضية لكي يكونوا يعني أدوا شيء من جهدهم. نعم. طيب، إذن أستاذ شوقي، قبل العودة للأستاذ سلمان الشريف، مشاهدينا الكرام نذهب الآن لفاصل قصير ومن ثم نكمل هذا الحديث حول المغتربين والأوضاع التي تمر بهم، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا.
المنصة برنامج تفاعلي نقترب منكم به أكثر، نعرض همومكم ونواكب اهتماماتكم. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة، نتشارك النقاش معا حول أبرز القضايا بحثا عن الحلول. المنصة، لأن بلقيس صوت اليمنيين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأعود هذه المرة إلى المملكة العربية السعودية مع المتخصص بشؤون المغتربين سلمان الشريف. سلمان، إذا ملخصنا أبرز المطالب الآن التي تنادون بها أنتم كمغتربين في المملكة العربية السعودية، ما هي؟ سواء من الحكومة أو من السلطات في المملكة العربية السعودية. طبعا المطالب الذي يطالبها المغترب اليمني هي مطالب ليست صعبة، والمطالب هذه ما راح تكون عن طريق المغترب يرفعها رأس الحكومة السعودية. ضروري أن تكون لنا حكومة تخاطب الحكومة السعودية، وعندما نتكلم عن حكومتنا تعاني من ضعف ومن هزل. فعندما يكون المسؤول ضعيف شخصية، وعندما لا يستطيع مخاطبة الجهات الرسمية، وعندما يكون المسؤول مهتم كيف يملأ جيبه وكيف يحظى بمبلغ من المال يقدم عليه، لا يصبح له كلمة ولا حد يستمع له. ولكن يا رجل نختلف مع علي البخيتي أو نتفق معه، أتى إلى المملكة العربية السعودية وكان ضيف، طرحنا عليه موضوع المغتربين، تكلم ونشر وكتب. للأسف الشديد مسؤولين الشرعية، الوزراء، الإعلاميين، المسؤولين عن القنوات لم يتجرأ منهم أحد ولا يتفوه بكلمة عن المغتربين اليمنيين، مع أنهم مغتربين بيننا، حاسين فينا بآهاتنا ووجعنا وآلامنا. لذلك عندما نتكلم ونقول أن الحكومة حكومة المملكة العربية السعودية أن تستثني الأعمال اليمنية، لو الآن الحكومة السعودية لها خطة اقتصادية ومن الصعب أنها تتراجع عن أي قرار تتخذه. لكن إذا كان القرار هذا يعني لو المجال الاقتصادي الذي تطالب فيه المملكة، وهو الرسوم التي تأخذه من المقيمين المتواجدين فيها. الآن عندما نتكلم ونطالب حكومتنا نطالبها أنها تخاطب الحكومة السعودية، أقل شيء يعطونا وقت من الزمن حتى يرتب أوراقه المغترب اليمني ويعود إلى الوطن. وإذا صلح الوطن وعندنا شيء مما أوجده في الغربة، الإنسان يقدر يعتمد عليه ويعود. ولكن نحن نحذر الحكومة الآن من إعادة أزمة أخرى، أزمة خليج، ما حدث في التسعينات، وما عندما عاد المغترب اليمني إلى اليمن وساء الوضع الاقتصادي، فإنها ستكون أزمة متكررة متراكمة. كما ذكر السوقي، هنالك أناس أصبحوا من الجيل الثالث، الجد والأب والابن هم متواجدين داخل المملكة العربية السعودية. مثل هؤلاء الناس وين يروحوا؟ عندما تأتي حملة وطن بلا مخالف، ومثل هؤلاء الناس تركوا القطاعات التي تم سعودتها وتم تأنيثها وهو الآن في مجال عمل آخر. طبعا صاحب العمل يعطيك مهلة من شهر إلى 3 أشهر حتى يختبرك ويشوف عملك، ثم ينقلك على كفالته. هنا تكون الطامة الكبرى، وهنا تأتي حملة وطن بلا مخالف ويتم اعتقال من هو متواجد في العمل لأنه ليس على كفالة المؤسسة، ويغرم صاحب العمل شخصيا. نعم. لذلك عندما نتكلم وعندما نقول موضوع المغتربين هو المعني فيها الحكومة اليمنية إذا كان لها شخصية وإذا كان لها جراءة أن تتكلم، يحمل الملف هذا رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية وهم المعنيين الأولين والأخيرين. عندما نتكلم عن وزير الخارجية ليس فاضلنا، وزير الخارجية هو فاضل التحكيمة الأسرية. عندما نتكلم عن وزير المغتربين لم نجده يوما بيننا، هو متواجد الآن في مصر بينما يستلم أكثر من 30,000 سعودي راتب شهريا، إلا أنه يسمى نفسه رئيس اللجنة المشرفة على صرف الجوازات التي أتت إلى حكومة الشرعية بمليارات الدولارات. أين ذهبت هذه المبالغ وأين دخلت؟ لا يعنينا، لكن ما يهمنا أن المغترب يعطيه بقرة حلوب. نعم. كي يدر عليهم بالسمن واللبن، لا، نريد حكومة تطالب لنا. يا رجل، الحكومة المصرية خاطبت الجهات السعودية وأتت لمواطنها باستثناء 6 أشهر، أين أنتم من الحكومة المصرية بدون ما أثاروا وجة ولا أثاروا منشورات ولا تكلموا؟ أيضا نريد. نعم. نريد أن تكون المطالبة عن طريق السفارة وعن طريق كما ذكرت، لم يريد أحد أن يطلع معك ولا يتكلم مع مجيد من الحق الإعلاميين. أين دورهم؟ أين دور السفارة تفعل مثل هذا الموضوع؟ طيب. وصعبة قضاء المغتربين يا رجل، كان لديهم مندوبين يتابعون بالسجون، الآن أقصوهم من وظائفهم مع عجز المندوبين هؤلاء. فلذلك المغترب اليمني لمن؟ فلذلك نحن نتكلم ونرجو ممن يتكلم عن المغترب اليمني أن يتكلم بحديث ينفعه لا أن يضره. للأسف الشديد يا أستاذ بشير، دخلنا على تويتر، للأسف الشديد قد يكون خان التعبير الشيخ القدير شيخنا وأبونا المهندس عبد الله صعتر في مداخلة أمس، كنت أتمنى من قناة الشرقية ومدعوها أن يحاولوا أن يستدركوا من هذا الخطأ. هو يقصد
الشيخ عبد الله العطار يقصد من يسبون ويطاولون على المملكة. للأسف هنالك من أمراض النفوس ومن مشاهير تويتر دخلوا والآن يشنون حملة بترحيل اليمنيين. طيب، لأنهم من يحاربون المملكة بفلوسهم. طيب سلمان، سؤال أخير فقط. هذه الحملة والتضامن الكبير الذي حصل سواء من الذين تبنوا بالصورة الإيجابية التي ينبغي أن يتضامن بها معظم اليمنيين، وأيضا من تضامنوا بالطريقة التي ربما أساءت مثل ما تحدثت الآن، هل وجدتم أو لمستم أي استجابة أو أي تسهيلات لكم هذه الأيام؟ لا يوجد أي تسهيلات أبدا، لا يوجد أي تسهيلات. اليمني يمسك جيز الباكستاني، جيز الهندي، جيز أي جنسية أخرى. ولا أخفي سرا أن قد يكون اليمني أكثر، لأن اليمني متواجد بكثرة، متواجد بكثير من الأعمال. أنا أعترف أن كثير من اليمنيين يعملون بطريقة غير نظامية، لكن الظروف جبرتهم يا أخي. ثاني روح الرجل هذا، الرجل هذا له أسرتين، ثلاث أسر في اليمن، إيش يسوي؟ بالنسبة لتعديل المهنة التي تم إيقافها الآن، يعني من يريد أن يحول من عمل إلى آخر، خاصة بالأعمال التي صعودات والتي أنست، أين يذهب؟ يقول لك تعديل المهنة لا موقف الآن، ثاني روح مثل هذا المغترب. أشكرك. نتمنى يا أخي الكريم، يا أخي الكريم، في بداية عاصفة الحزم وعندما التحالف عن الحرب ضد الإنقلاب الحوثيين أوهمونا بأننا سندخل ضمن مجلس التعاون الخليجي، لماذا حكومتنا لا تطالب إذا صار اليمني من ضمن مواطن مجلس التعاون الخليجي بإمكانه العمل بحرية داخل دول مجلس التعاون الخليجي؟ طيب، ما الذي يمنع يا أخي بذلك؟ أشكرك. نحن بشر مثلهم وهم مثلنا. أشكرك جزيل الشكر المتخصص بشؤون المغتربين الأستاذ سلمان الشريف، كنت معنا من المملكة العربية السعودية. وعودة إلى الاستوديو مع الأستاذ شوقي. القاضي الأستاذ شوقي، ربما سلمان ذكر نقطة في غاية الأهمية، يعني اليمنيون استبشروا خيرا مع انطلاق عاصفة الحزم وانطلاق يعني إعادة الأمل، ومنهم من بالغ بأنه ستضم اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، وسيعامل اليمني ربما بالبطاقة الشخصية كبقية دول مجلس التعاون الخليجي. فوجئوا بقوانين وإجراءات يعني ربما تعقد من وضعهم داخل المملكة العربية السعودية. نعم، هو للأسف، يعني للأسف حصل هذا من كثير من الدول، حتى الدول التي كانت ربما تسهل لليمنيين، ليس فقط دول الخليج ولا السعودية فقط. نعم، دول أخرى أيضا مثل الأردن، مثل المغرب، مثل دول مثل أخرى مصر، ومثل مصر إلى غير ذلك. للأسف يعني تعاملوا مع المواطن اليمني والأزمة اليمنية بكثير من اللا من الشيء الذي ما كان ينبغي أن يعاملوا به. يعني نعم، بالأخير هؤلاء اليمنيون منكوبون بحرب، ومنكوبون بانقلاب، ومنكوبون بكوارث يعني، وجوع وقتل إلى غير ذلك. ثم نجد أن هناك هذه بصراحة مثلبة في جميع الأنظمة التي عقدت معاملات اليمنيين كلها بلا استثناء. موضوع تفاءل اليمنيون، نعم للأسف يعني تفاءل اليمنيون كثير واستبشروا. وأقدر أجزم أن يوم 26 مارس 2015 كان ربما يعني نور أمل لدى كثير من اليمنيين أنه سينهي هذا الانقلاب المشؤوم، لكن للأسف دخلت الحرب في أنفاق مظلمة، وبرزت أجندات أخرى ليس من بينها مصلحة اليمنيين، أجندات بعض دول التحالف، توهان بعض الدول الأخرى، صراع ما بين المتحالفين، أزمة خليجية صرفتهم تماما إلى قضايا أخرى، وبالتالي للأسف يعني خيبوا آمال اليمنيين. نعم، في الأمل الذي وعدوه. أستاذ شوقي، كان هناك من يقول بأن ربما عندما جاءت عاصفة الحزم كانت ربما هي النقطة التي ستغير النظرة أو يعني الصورة اللي كانت لدى أذهان اليمنيين ضد الخليج وضد المملكة العربية السعودية على وجه التحديد، ربما تتغير إلى الأحسن وإلى الأفضل. هل الآن لا زال هذا الأمل موجود وسيستمر أم انعكس؟ أولا، من قال أن اليمنيين ينظرون نظرة سيئة؟ من قال؟ هناك نسب. نعم، يعني دعني أن أكون دقيقا في نعم، هناك ربما أناس لهم مواقف سياسية، لهم رؤية معينة في اتجاه معين، لهم مواقف سلبية، لكن هناك ملايين المغتربين الذين كانوا يعولوا ملايين الأسر وملايين الأفراد في المجتمع اليمني. هؤلاء من قال لك أنهم يرون نظرة سلبية؟ أنا سأعطيك نموذج فقط. هذا الشاب الآن الذي ظهر على وسائل الاتصال وأجرت معه بعض القنوات الفضائية لقاء، الذي رفض حتى أن يشتم المملكة العربية السعودية والإمارات في لحظة ليست طبيعية، يعني عرض نفسه لموت محقق، ومع هذا صمد وأطلق عليه النار إلى غير ذلك. هذه صورة من صور المغترب اليمني الذي يكن ولاء للدولة التي يعمل فيها. أنا سأعطيك قصة، يعني أيام في اجتماع سابق
في حياة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رحمة الله عليه، أخبرنا يعني أحد الإخوة التجار في الكويت قال من أوفى العمال الذين احتفظوا بأموال ما كان يعني يتصور أحد أن يعيدوها اليمنيون. يا أخي باختصار شديد، نعم، اليمنيون اليوم في المملكة العربية السعودية وفي كثير من دول الخليج يعانون في قضايا متعددة. أتمنى من الحكومة اليمنية وأتمنى من قيادات المملكة العربية السعودية بالتحديد وبقية دول مجلس التعاون الخليجي معالجتها والنظر إليها بمسؤولية. الأمر الأول موضوع الكفالات ونقلها، الأمر الثاني موضوع العمل والتوطين، الإشكالية الآخر ما يتعلق بالإقامات، ما يتعلق بالتعليم ورسول التعليم. وأكرر، معيب على دول الخليج أن يبقى فيها طفل لا يتعلم. قضية أخرى فيما يتعلق بالصحة، فيما يتعلق بقوانين لم الشمل، الرسوم، المجهولين وترحيلهم، حتى المرور من أراضي المملكة العربية السعودية. وأشير هنا إلى أن الدول الخليج اعتمدت اليمن في إطار منظومة مجلس التعاون الخليجي في ثلاث قضايا، في التعليم وفي الصحة وفي كرة القدم، نعم، أو الرياضة، نعم. أين تفعيل هذه القضايا من قبل حكومتنا؟ أين التواصل مع الجهات المعنية في دول مجلس التعاون في هذا الإشكال؟ إخواننا في الكويت أيضا، المغترب اليمني في الكويت يعاني في موضوع رسوم الصحة. إذن القضية ليست فقط في المملكة العربية السعودية، لكن لأن الأعداد بالملايين في المملكة العربية السعودية فطبيعي أن تكون النسب وأن تكون الإشكال الظاهر أكثر، لكن على الحكومة اليمنية أن تتواصل مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي لتخفيف كارثة المغترب اليمني فيها والمشاركة في حل إشكالاته. نعم. طيب أستاذ شوقي، سؤال أخير فقط في ختام هذه الحلقة، المغترب اليمني ربما بدأ يصاب فعلا بالإحباط، يعني يتكلمون، يناشدون، يكتبون على مواقع التواصل الاجتماعي، كثير من الناشطين المهتمين بشؤون المغتربين يتحدثون، كثير من المواقع الإخبارية، القنوات، ولا حياة لمن تنادي. هل باعتقادك هذا الحراك الآن اللي حدث مؤخرا وفعلا استشعار اليمنيون بالخطر سيلقى تجاوب استثناء؟ هذا الحراك إعلامي، نعم، ينبغي الآن أن تتلقفه مؤسساتنا الرسمية، وزارة الخارجية، وزارة شؤون المغتربين، لتحوله إلى آليات وإجراءات تواصل مع إخواننا في دول مجلس التعاون الخليجي. وينبغي أيضا على إخواننا في دول مجلس التعاون الخليجي أن يتابعوا مثل هذه المناشدات، نعم، لكي يحولوها أيضا إلى لصالح شعاراتهم التي يعني خططوا لها، أوطان بلا مخالفين، فلتعاونها كل هؤلاء المقيمين في أرضك حتى لا يخالف، وإذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. أشكرك جزيل الشكر البرلماني الأستاذ شوقي القاضي على حضورك معنا في هذه الحلقة، والشكر أيضا مشاهدينا الكرام للمتخصص بشؤون المغتربين سلمان الشريف، كان معنا من المملكة العربية السعودية، وحقيقة كنا نتمنى أن يكون معنا الجانب أيضا الرسمي، وزارة الخارجية، من الحكومة، من وزارة المغتربين، تواصلنا معهم جميعا لكن دون جدوى. ختام الحلقة، شكرا لكم على طيب المتابعة، نلتقي إن شاء الله بحلقات جديدة من المساء اليمني. حتى ذاكم الحين، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.